هل يكره الجزائريون إسرائيل كما زعم وادعى البعض في معرض ردهم على فيديو نشرته قبل أيام؟ فمئات الرسائل التي تصلنا أسبوعيا من الجزائر وغيرها تؤكد العكس. من أي دولة عربية عندك كثير أصحاب؟ من كافة الدول العربية بشرفي، من مصر ودول الخليج وكثير فلسطينيين وحتى الجزائر. طبعا أي دولة عربية بدك تزور قريبا؟ كافة الدول العربية وخاصة دول السلام. شو بدك تعمل هسه؟ أبدأ الشغل. سلامات.